السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة تسليك دوت كوم، السلسلة اللي بتجيكوا في الزنقات. يوم ما تنزنق يا أبو سروال نزل فيديو تسليك، سلسلة اللي الكل بحبها، السلسلة اللي خلت تقريبا 100,000 مشترك يلغوا الاشتراك في قناتي. لا ما لغوا الاشتراك، هذا اليوتيوب ابن الصرمة بعت اشعارات. طلبت منكم بالفيديو تسليك السابق انكم تروحوا تعلقوا على المنشور اللي راح نزله على الفيسبوك تسألوني ايش افضل اشي بالنسبة الي. طبعا انتو سألتوا كل اشي الا انكم تسألوني شو افضل اشي بالنسبة. لا في يعني عدد كبير مشكورين على جهودهم، بس في ناس سألوني ايش هدفك في القناة. انا بنزيمة يا جماعة، فيش هدف. لا في هدف بس فيش، بضيع انا هيك يعني. المنشور اجى عليه 3000 تعليق. طبعا بشكركم كلياتكم لجهودكم انكم اجيتوا وعلقتوا. هذا الفيديو راح يكون افضل اشي بالنسبة الي. طبعا افضل اشي بالنسبة الي انا يعني وجهة نظري مش وجهة نظر ثانية، يعني إذا اختلفت الآراء لا تختلف شو اسمها دلاك. المهم وراح نعمل فيديو إن شاء الله في الأيام القادمة أسوأ إشي بالنسبة لي. قبل أن ندخل على الأسئلة، إذا كنت جديد في قناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتى يوصلك كل فيديو جديد، وإذا كنت مشترك في القناة برضو إلغي الاشتراك وفعل زر التنبيهات لحتى اليوتيوب بعتوا لك إشعارات. ولا تنسوا تحط لنا تعليق ولايك، لا تنسوا لايك ولا تشاركوا المقطع لأنه مش راح يستفيدوا منه العالم يعني في حال شاركتوا، بس شاركوا المقاطع القديمة، شاركوا لأصدقائكم. والله العظيم يا جماعة إنه لحد هسه بيجي الرسائل ليش ساحب؟ أنا ساحب. نبدأ بأول سؤال واللي هو تكرر كثير من عدي جودة. مين أفضل لاعب بالتاريخ بالنسبة لك؟ أتمنى أشوف تعليقي، أنا متابعك من بداية القناة أحبك عرس. والله يا أستاذ عدي، أفضل لاعب بالتاريخ بالنسبة إلي ميسي. هذا بالنسبة إلي، بس هذا لا يعني إنه ميسي أفضل لاعب بالتاريخ، إنه يعني بالنسبة إلي فهمت علي كيف؟ شوفوا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ميسي، أفضل رياضي في التاريخ هو رونالدو، لأنه هذا موهبة وهذا طلع عبر عمل شاق وجهد جاهد وشو اسمه. السؤال الثاني من معرف شو اسمه الاسم بالعبري، شو أفضل شخصية بالنسبة لك بتظهر فيها؟ أرجو رد على سؤال متابع من فلسطين، تحياتي إلى كل أهل فلسطين. أفضل شخصية الأرسنال. ليش أفضل شخصية؟ لأني هيك بحس حالي ماخذ راحتي، شو ما أحكي بطلع حلو. السؤال الثالث من أميني بايزيد، مين أفضل صانع فيديوهات رياضية بالنسبة لك؟ مثلك يعني أفضل صانع فيديوهات رياضية. في قناة لشاب مصري بحلل بس بضيف الحس يعني بعمل زي هيك يعني كوميديا وما كوميديا، اسمها ارجع، هي القناة. نيجي للسؤال الرابع من محمد اتش ابو علي، افضل شعار للنادي بالنسبة لك؟ شعار مش فريق. شو اسمه؟ افضل شعار نادي، افضل شعار يعني انا بكون بطلع النادي بطلع شعاره. فالنسيا. رائد بيطار، افضل لاعب فرنسي بعد ابراهيم؟ بتمنى تجاوب على سؤالي. افضل لاعب فرنسي فرانك ريبيري. داوود، افضل حلقه عملتها من وجهه نظرك؟ ان شاء الله تشيلسي ياخذ الدوري اذا بتحط سؤال في الفيديو عشان نحكي ملك التوقعات بسروال. ان شاء الله تشيلسي ياخذ الدوري عشان انا الوحيد اللي يعني اكون جايبها صح. افضل حلقه عملتها، والله كل حلقه بعملها هي افضل شيء بالنسبه لي، لما اخلصها بحس حالي هيك انجزت شيء كثير خرافي. ما في وحده معينه، كل الفيديو هذا الفيديو هو اهم احلى فيديو شو اسمه، بس وصلوا لنا يا لايكات كثيره واجد. علي الاكا، مش راح اقرا الاسماء يا جماعه كامله لانه انا شو اسمه سيء في العربي. مين افضل مسدد ركلات حره بالنسبه لك؟ افضل مسدد ركلات حره بالنسبه لي هسا في انا يعني شهاده جونيني جو البرازيلي الاشقراني جونينهو ابن الصرمة اللي كان يلعب مع الغرافه، بس انا تبعته ايام ما كان يلعب مع الغرافه، ف يعني ما كنت اشوف ميسي. ابو هاشم با، برايك اي افضل هدف لكريستيانو رونالدو بالنسبه لك؟ هدفه على برشلونه في نهائي كاس الملك انه اللي في الراس، لانه وقتها كنت اشجع ريال مدريد. طه القدومي، ايش بتفضل الهواوي ولا السامسونج ولا الايفون؟ السامسونج طبعا، بكره الهواوي. الايفون لا كويس، الايفون كونه معي تلفون ايفون. المسلم قتيبه، افضل نسخه دوري ابطال وكاس عالم حضرتها؟ افضل نسخه دوري ابطال اوروبا اللي هي السنه اللي فاتت، لانها كانت زي ما تحكوا فيها عدل وكانت خرافيه يعني، خصوصا ربع النهائي وطلع. وافضل نسخه كاس عالم 2010 تجادلنيش فيها. طاهر قاسم ويجي، مين اكثر نوع متابعين بقهروك بالنسبه لك؟ والله ما في متابع بقهرني، حتى اللي بنتقدوني ما بقهروني، بس اللي بقهرني هم اثنين اللي بقهروني.
اللي بيكون فيه مباراه لريال مدريد مثلا او برشلونه اليوم وبيجي بنفس اليوم بقول لي متى بدك تنزل فيديو لريال مدريد وبرشلونه؟ طب ما هي بس خلي المباراه تيجي وابشر من عيون ثنتين بنزل، بس خلي المباراه تيجي ولا انا انزل على شو اسمه بدون ما احضر المباراه. والمتابع الثاني اللي بيجيني في الوقت الحالي وبقول لي ليش سحب؟ بنجلط تطلع بصير نزل مخاري دم لما اشوف هذا الشيء. صالح خليلي، مين افضل بيس ولا فيفا؟ وهل ممكن نشوفهم قناه الالعاب؟ بيس ولا فيفا؟ والله انا عمري ما لعبت فيفا الصراحه، طول حياتي بلعب بيس، فانا راح اقول البيس لاني عمري ما لعبت فيفا. بس هل راح تشوفهن؟ ان شاء الله راح تشوفهن وراح تشوف الاحتراف على حسان عبد الحليم، شو افضل مسلسل سوري؟ افضل مسلسل سوري اللي هو عصر الجنون، كنت اتابعه وانا صغير. عبد الكريم الحمود، مين افضل لاعب باسي ميلان حاليا؟ ولا واحد، لانه لو في لاعب افضل كان بنشوف اسي ميلان ها في مركز السادسة قل ما فيها، مش 18 ولا 17. رائق قائد صبرة، ما شاء الله اسمه مركب. ها افضل معادلة كيميائية حبيتها؟ والله عمري ما حبيت الكيمياء ولا عمري فهمته ولا بدي افهمه ومستحيل افهمه. عبد الله محمد، افضل حارس مرمى في الوقت الحالي بالنسبة لك؟ شو اللي تيبو كورتو؟ لا شو اسمه؟ أوبلاك قال تيبو كورتو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيبو أحمو، شو أفضل نوع سيارة عندك؟ الأودي. ليش الأودي؟ ما بعرف الصراحة، بس أنا بحب السيارات الأودي هيك فخمة وقوية و... إبراهيم المصاروة، أفضل مطعم بتحب تأكل من عنده؟ والله مطعم اسمه الياسمين، موجود في ماركة الشمالية مقابل مخبز سلام، مش اعلان هذا بس يعني انا بحب دائما اكل من عنده. يوسف حمدان، افضل يوتيوبر بالنسبه لك؟ والله هم كثار، بس كل فتره انت بتتعرف على واحد جديد. هسه كان سويمي اول إشي، وسويمي سحب، بعديها اجى باري، وباري كل شهرين بنزل فيديو. هسه ناجي القاخ بحب اتابع فيديوهاته. زهره الشام، شو افضل فيلم حضرته؟ افضل فيلم حضرته اللي هو فيلم بعرف شو اسمه، مش بعرف شو اسمه، فيلم جاي رعب، يعني فيلم رعب واقعي هذا، استمتعت جد وكأنه مدته ساعة ونص، بس والله فيلم خرافي. فيلم لزلم اختيار بكون أعمى وبيجوا شباب بحاولوا يسرقوا داره. عبد الله الخالد، شو أفضل مادة درستها؟ بعرف كلها نصفار بس جوابك مهم. عموما عمري ما جبت صفر. ها جبت صفر أنا؟ لا ما عمري جبت صفر. واحد اثنين ممكن من 20 بس ما جبت صفر. أفضل مادة اللي هي الحاسوب، كنت أكره الحاسوب، عمري ما درست الحاسوب بس في التوجيهي حبيت الحاسوب. مناف، مين افضل موهبه حاليا؟ انسو فاتي. حمودي، مين افضل برنامج مونتاج؟ مين افضل؟ هو انسان ولا حيوان؟ برنامج البريمير، ادوبي بريمير هو افضل برنامج مونتاج، بس صعب بدك تتعلم عليه. علي هذا مش شو اسمه؟ مش طلع اسمه؟ شو افضل بطوله بالنسبه لك؟ افضل بطوله بالنسبه لي كانت كاس العالم، بس بعد اخر كاس عالم دوري ابطال اوروبا. عمر موسى، افضل مهاجم راس حربة عربي؟ بتمنى تجاوب على سؤالي. الصراحه بالنسبه لي انا يعني نسيت اسمه، شلبايه، كنت والله العظيم بس احضر مباراه للوحدات اشوفه قناص يعني بحق وحقيق. خالد خلدون، مين افضل مدرب بالنسبه لك؟ اكيد فالفيردي. لا مش فالفيردي ولا عمره راح يكون فالفيردي. افضل مدرب بالنسبه لي اللي هو لويس انريكي، افضل مدرب بالنسبه لي وافضل مدرب اجى في تاريخ برشلونه. يلا والمتابع شو اسمه مطبلين جوارديولا عندهم عنزه اربطوها. ليث ابو الرب، من هو افضل معلق عربي؟ بالنسبه لي بستمتع لما يكون حفيظ دراجي بيعلق. وسي ميه، مين افضل ممثل من هوليود بالنسبه لك؟ جوني ديب اللي هو تاع قرصنه الكركركر. سهيل اس، افضل مباراه شاهدتها بحياتك؟ بس افضل مباراه شاهدتها في حياتي اللي هي يعني انا يوميتها قعدت اعيط، اللي هي مباراه هولندا والاورجواي. احمد السعايده، مين افضل لاعب عربي في ببجي موبايل؟ انا بقول انت. لا مش انا، هسه افضل لاعب ببجي موبايل هم ثلاث مش واحد، رمانه وحسوني واتر، هذول افضل واحد. بيري بيري منصور. شو افضل رياضه بالنسبه لك غير الطابه؟ البلياردو رياضه، ما بعرف، هي البلياردو يعني بهيك بستمتع فيها. احمد امير وردي، افضل ممثله بالنسبه لك؟ طبعا ما راح احكي لكم اسمها لاني الصراحه ما بعرف اسمها، مش حافظه يعني، هي تركيه ولا راح اجيب لكم صورتها لاني بغار عليها. طبعا انا حكيت انها افضل ممثله مش لانها حلوه، غير انها حلوه يعني وبتجنن وكثير
هي كتمثيل مش طبيعي. علي الحسن ابو سروال، ايش افضل ممثل سوري برايك؟ سلوم حداد، زير سالم. خالد موسى، افضل لاعب بحارتك او بالمدرسه او بالخماسي؟ افضل لاعب واحد اسمه حسين السخن، هذا افضل لاعب بس اخلاقه زباله. احمد النياح، النياح انتوا من نفس العيله ولا ايش؟ شو افضل شهر بالنسبه لك؟ شهر 12 اللي هو عيد ميلادي. 17/12 ما في داعي ارد اذكر كمان مره. الله يخرب بيتك وانت ورانا ورانا كل حته. عبد الله محمد، شو افضل حكمه سمعتها؟ القناعه كنز لا القناعه كنز لا يفنى. نجيب العيد. وهيك بكونوا خلصوا الاسئله اللي شو اسمه اللي افضل اشي بالنسبه الي. اوخ انا مالي ومالي التصوير على الواقف، صورت على القاعده جدالي. هيك بكون انتهى مقطعنا التسليك لهذا اليوم، اتمنى ان يكون عجبكم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وقلنا خلص حط لايك دي سلطه. شكرا شكرا لدعمكم الخرافي، تحياتي للجميع، بحبكم افري ماتش، والسلام عليكم ورحمه الله.